حققت المسيرة التعليمية في مملكة البحرين العديد من الإنجازات الكمية والنوعية المهمة خلال العام 2017 بفضل الدعم الذي تحظى به وزارة التربية والتعليم من لدن قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها، والذي أسهم بصورة كبيرة في إنجاح خطط الوزارة ومشروعاتها التطويرية المنبثقة عن أولويات برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018. لعل النماذج الجديدة للمدارس الحكومية هي عنوان المرحلة بالنسبة لما تحقق من إنجازات لوزارة التربية والتعليم انبثاقا من برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018، فقد تم إنشاء 5 مدارس جديدة بمواصفات عصرية في مختلف المحافظات خلال العام الماضي. وإذا ما سلطنا الضوء بشكل أوسع على إنجازات الوزارة في عام 2017، نجد على صعيد تعزيز الموارد البشرية تطورا ملموسا عبر إدراج خريجي كلية المعلمين بالمدارس بصورة سنوية، وقد بلغ إجمالي عدد أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية 18,000 موظف، فيما يبلغ عدد أعضاء الهيئة الفنية في المدارس نحو 23,000 موظف. وفي برنامج تحسين أداء المدارس والذي يرمي إلى النهوض بجودة التعليم، فقد حقق في العام المنصرم معدلات مرتفعة في التحاق خريجي المرحلة الثانوية بالتعليم العالي، والتحق هذا العام أكثر من 6,300 طالب وطالبة في جامعة البحرين. كما وواصلت الوزارة التوسع في مشروع التمكين الرقمي في التعليم، والذي يشمل عددا من المشاريع الفرعية والنوعية، ومن أبرزها مشروع توظيف تكنولوجيا التعليم في برنامج صعوبات التعلم، كما وتوسعت الوزارة في مشروعها الرائد وهو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، وقد بلغ عدد مدارس الدمج 77 مدرسة، أي حوالي 35% من إجمالي المدارس الحكومية. وسعيا من الوزارة على مواكبة التوجه العالمي نحو الارتقاء بقطاع التعليم الفني والمهني، دشنت الوزارة النظام المطور للتعليم الفني والمهني، وقد شهد إقبال الطلبة على التخصصات الفنية والمهنية ارتفاعا ملموسا. وعلى صعيد قطاع التعليم العالي، تعمل أمانة مجلس التعليم العالي على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التطويرية، من بينها التعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني لتنفيذ مشروع الاعتماد الأكاديمي المؤسسي في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. وتعمل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتوسع بهذا المشروع على بقية مؤسسات التعليم العالي بعد اعتماده في 3 مؤسسات تعليمية. وبهذه الإنجازات تؤكد وزارة التربية والتعليم على سعيها المستمر في إتاحة الفرص التعليمية بجودة عالية للأفراد، بما يحقق متطلبات الجودة الشاملة للارتقاء بنوعية التعليم وفعاليته وفق المستويات العالمية.